بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. حالة الصيد طبعا دائما ويا الزبائن يجي يقول لك اريد مروحة، لان هاي المروحة مالتي مايعة. زين، احنا من باب الحفاظ على ارواح الناس نقول يا ترى هذا الماطور محترق، بس الزبون ما مقتنع، احتمال ده يشتغل عنده بالدمج او يشتغل بامبير عالي او مجمر. فالشيء الصحيح يا اخوان مو تجي تشتري مروحة وتروح تخليها، هذا خطأ، احتمال بي جسم وانت ما تعرف، احتمال ينتل، احنا نسميه بالعراقي ينتل، يسوي لك صعقة كهربائية. فيا اخوان الحالة ما وصل الماطور لهيج حالة الا صار عندك المحرك مات، الماطور يعني الملف مات، صار عبارة عن هيتر. الهيتر شنو معناته؟ معناته صار مصدر للحرارة وليس مصدر للحركة، لانه هذا اخوان هذا البلاستيك ما يموع الا يوصل درجة من الحرارة العالية. والدليل هسه هذا تشوفون نار، شوف ايش قد مركز عليه، هاي مشتغل، ها بتقول ما مشتغله، لاحظ ايش قصها لي، يعني ايش قد يوصل مرحلة من الحرارة العالية، يلا يوصل هيجي شيء ده، تلاحظون. فهذا معناته تحول الماطور الى هيتر. يا اخوان لا تتماهلون، لانه لا جيبه افحص الماطور جايكه، مو يقول لي صاحبها، طبعا انا اخذته من عنده، قال لي ها خلي يمشي امورنا، يا ابي مو يمشي امورك، مو تنتلك واحد. فيا اخوان دير بالكم من الحاله. تحياتي لكم.